اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. النهارده المطبخ بتاعنا مطبخ لطيف وجميل، ولكن الاسم مختلف شويه. في اكله مشهوره جدا في المطبخ الشامي او البيروتي او السوري اسمها شاكريه. شاكريه بالدجاج، شاكريه باللحمه، واشهرهم شاكريه باللحمه الضاني، بتعمل بقى بصل كويزات وتاخد صنوبر في الغرف، حاجه كده تفتح الشهيه ولطيفه. انا حبيت اغير من قواعد الاكله النهارده واعملها بطريقه سهله. هعمل شاكريه بالدجاج والكوسه. حلو قوي. يعني الكوسه تخش لان في اكله بالكوسه معروفه، كوسه باللبن. فلما الشاكريه تتعمل بالدجاج والكوسه بالتاكيد خدت سكه تانيه وطعم تاني. هنقدم معاها رز بشعريه. عدل الأكلة دي رز بشعرية أو رز أبيض، بس أنا بحب معاها رز بالشعرية. هتعجبكم بقى على فكرة، وبتساعد على الهضم، وفيها لبن وفيها كوسة وفيها دجاج وفيها خبرة طهوية. نيجي بقى للمفاجأة النهاردة، الخوخ اللي هو بيسموه خوخ طعمية، لطيف وجميل في السوق كتير قوي وطعمه مسكر. بتيجي نعمله باستا فلورا النهاردة بطريقة لطيفة وحلوة. الباستا فلورا بتتعمل بالمربى، مربى مشمش، مربى تين. أنا عايز الخوخ اللي هو شكل الطعمية ده، سعره حلو. تعالوا نعمله باستا فلورا بطريقتي كده، هتعجبكم وفيها خبرة طهوية برضو، ونقدمها تقعد عندنا أسبوع يومين ثلاثة ناكل منها شريحة، تبقى لطيفة وحلوة. مطبخنا لطيف وجميل، مش مقلل التكلفة، في متناول الجميع، ولكن الفكر الطهوي والخبرة الطهوية بتلعب دور هنا في إن احنا نقدم نفس الماتيريال بأفكار جديدة ومختلفة. تسمحوا لي أطلع فاصل صغير، وبعد الفاصل أوعوا تروحوا بعيد. تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. بعمل شوية رز بالشعرية، أنت أشطر مني في عمايلهم، ولكن نصيحتي ليكي يا ست الكل عشان تفتكريني، تفتكري التركات بتاعتي وانت واقفه في المطبخ، معلقه ملح مع الشعريه وهي بتتحمر تبقى عندك لون واحد، لا فاتحه ولا غامقه ولا محروقه ولا مسلوقه. اه الشعريه كلها لون واحد، واخده الحبيان، واخده الورق اللورا. اه عندك شويه شوربه لحمه، اهلا وسهلا. شوربه فراخ، اهلا وسهلا. ما عندكيش لا ده ولا ده، ميه مغليه، معلقه سمنه بلدي بتكفي. الله. ونقلب الرز مع الشعرية. الأكلة دي يعني مش عايزة شعرية كتير في الرز، بس يبقى رز بشعرية عكس الملوخية أو البامية. شوية الملح الحلوين. أنا عايز أحط الرز على النار وأنساه بقى عشان أخش على الباستا فلورا، يعيش مع نفسه كده. أهو الله أكبر، الماء المغلي. بس خلاص خلص الرز بشعرية. عينيا أنا مش لاقي الغطا أصلا. رز بالشعرية يا فندم، يهمك أنت الرز بالشعرية، العب. أه شفت حكاية، ده عدل الأكلة اللي هناك دي يا إخوانا. تاني نجيب الطبق بتاع التقديم ونغرف شويه الرز الحلوين دول، وعليهم مغرفه لبن بالكوسه والدجاج، وما تركزش في اي حاجه تانية بقى. هو ده جوعنا. انا شخصيا جوعت دلوقتي والله، بس استنى على الرز ده لما يستوي شويه. حلو، رز بشعريه. لا انا الرز بتاعه بيستوي بسرعه. برضو من ضمن الحاجات اللي بتبهر بيها، يقابلوني شيف مغازي، الرز ما بياخدش وقت منك ليه على النار؟ ده انا باثر على النار بيقعد له ساعه على النار، وفي الاخر الاقي حبه وحبه. ست الكل، البركه، بركه ام، اكله ام. رز على النار استوى، هناكل منه بعد ما نخلص مع اللبن ونقول استوى ولا ما استواش. رز بالحبان، سمنه البلدي. والاكله دي مش عايزه شعريه كتير في الرز، بس لازم يكون رز بشعريه. تحميره الشعريه في قلب الرز بتدي له رونق وطعم تاني. الف انا عامل سفينه انا من رز بشعريه، مركبه عشان كلنا ناكل، كلنا نتجمع على طبليه واحده، والايام الحلوه ترجع. الكبير يمد ايده الاول. حلقتنا النهارده بساطه، سهوله، مرونه. دايما بقول تفاصيل صغيره المعنى كبير والطعم جديد.
عملنا شكرية باللبن والكوسة بفكر المغازي، عملنا فطيرة جميلة لطيفة جميلة توفر عليك التذكرة والتأشيرة ما تروحيش فرنسا، فطيرة الخوخ أو باستا فلورا، بس لازم تخش الفرن 10 دقايق، عدل السفرة بتاعتي شوية رز بالشعرية، رز لطيف مصري، لازم يكون رز مصري، اوعي تعملي رز بسمتي أزعل منك، كده بنهيني الأكلة. رؤية فن إبداع، تشوفوا كل يوم على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، وكمان خفة الدم بجد من مزبيرو.